كابتن سعد سمير قال ان انت بتخرف وانت نايم، حد قال لك بقى يعني ايه مثلا الحاجات اللي هتكون بتخرف تقولها مثلا؟ لا انا ما بقتش اخرف، كان زمان الكلام ده، كان زمان. كان زمان. فاكر حد قال لك حاجه خرفت فيها؟ لا يعني لا مش فاكر حاجه معينه يعني، بس كلها يعني حاجات هلاوس، فاهمه؟ اللي هو ببقى جاي تعبان مثلا من تمرين وانام مثلا، فتلاقيني بقول اي كلام يعني، تلاقيني ممكن ازعق فجاه. مراتك بتقول لك مثلا انت خرفت صح امبارح وقلت كذا كذا؟ لا انا بقالي كتير قوي مراتي ما قالتش الكلام ده. يعني الكلام ده من فترة. زمان جدا. ان انا اقوم مفزوع من النوم دي برضو بقالها كتير الحمد لله يعني. والدك في مره ايام استراحه الناشئين عاقبك عقاب كده وانتوا راجعين في الطريق، ان هو خلاك تقف في العربية. انا عرفت. خلاك تقف في العربية في الطريق طول ما انتوا راجعين لمدة 3 ساعات. ليه؟ علشان ما اتمرنتش كويس. الموضوع ده اثر عليك ازاي؟ وهل انت لو مكانه كأب ممكن تتصرف بنفس الاسلوب؟ مش عارف، بس انا ممكن احس ان انا قلبي وجعني على ابني شوية. انت قعدت فعلا طول الطريق بجد 3 ساعات بجد واقف؟ 3 ساعات واقف، واجي انام وانا واقف يوم ضربني، ف مش مصدق. مش مصدق اللي بيحصل. كل ساعه اتمرنت وحشه. لا بس علمتني طبعا يعني، الموقف ده علمني. انا التمرين اللي بعدها عملتها كويس جدا، التمرين اللي يعني تقريبا بعدها على طول فتره، قعدت فتره طويله جدا بتمرن كويس. فلا يعني علمتني طبعا ان الواحد يعني دايما يبقى مجتهد في التمرين ويتعب. فلا يعني دي حاجه بضحك عليها دلوقتي، وقتها طبعا كانت مزعلاني وانا صغير كنت عيطت وكده، لكن دلوقتي طبعا حاسس بفخر يعني ان والدي عمل معايا كده عشان اتعلم يعني. يعني انت شايف الموضوع ايجابي جدا؟ جدا. ايجابي من وجهه نظري، ايجابي جدا. لكن انا اقدر اطبقه على ابني؟ مش عارف، لان الظروف غير الظروف، الظروف غير الظروف يعني. ابني دلوقتي يعني الحياة غير الحياة، فاهم قصدي؟ بس